السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلامي الأعزاء، مرحبا بكم إلى ضغط جديد من سلسلة هذه الدروس مادة التربية الإسلامية. مكون الاستجابة موضوع الدرس إن شاء الله هو الصلاة عماد الدين. صغاري، نمر الآن إلى وضعيات. أول شيء نبدأ بوضعيات الانطلاق. نسمع جيدا. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي فرض على كل مسلم ومسلمة، فهي صلة بين العبد وربه. يصلي المسلم خمس صلوات في اليوم، عدد ركعاتها 17. إذا الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي فرض أي مفروضة على المسلمين، إذا لم يقوموا بها سيعاقبهم الله يوم القيامة. فهي صلة بين العبد وربه، أي هي وسيلة يتصل بها العبد بربه. يصلي المسلم خمس صلوات في اليوم، عدد ركعاتها 17. إذا صغاري، قلنا الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام. هل لازلتم تتذكرون عدد أركان الإسلام؟ نعم، سبق أن درستموها في السنوات الماضية. فكم هي عدد أركان الإسلام؟ فكروا. نعم، أحسنتم، عدد أركان الإسلام خمسة. نعم، عدد أركان الإسلام خمسة. أول ركن من أركان الإسلام، هل يقول لي أول ركن؟ أحسنتم، هي الشهادتان. الشهادتان، الشهادتان هي قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أشهد هي أعترف، أعترف أن الله إله واحد وأن محمدا هو رسول الله، أي الله من أرسله إلينا. إذا أول ركن هي الشهادتان. الركن الثاني قلنا هي الصلاة. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وجب على كل مسلم ومسلمة أن يؤدوها. فيقول الله إذا صلح صلاة المسلم صلح كل عمله، يعني إذا كان المسلم صلاته صحيحة فكل أعماله يقبلها الله منه. الركن الثالث، نعم أحسنتم، الركن الثالث هو الزكاة. ما معنى الزكاة؟ الزكاة هو إخراج مقدار من المال وإعطائه للفقراء والمساكين. إذن الأغنياء يخرجون مقدار من المال كل سنة ويعطونه للفقراء والمساكين. والزكاة لا تجب في المال فقط، بل تجب أيضا في بعض الحيوانات التي يربيها الفلاح مثل الأبقار والأغنام والمعز والإبل. إذا وصل عدد معين من هذه الحيوانات فالله يطلب منه أن يخرج زكاة عنها ويعطيها أيضا للفقراء والمساكين. وتجب أيضا الزكاة في المحاصيل الزراعية مثل القمح والشعير والذرة إلى غير ذلك. فأيضا الفلاح إذا وصل مقدارا معين من هذه المحاصيل فالله يطلب منه أن يخرج منها زكاة. بعد الزكاة يأتي ركن الرابع، وهو يكون شهرا في السنة. إذا نحن في أي شهر؟ نحن في شهر رمضان. لأن ماذا نفعل في شهر رمضان؟ نعم أحسنتم، نصوم. إذا الركن الرابع هو صوم رمضان. صوم رمضان، إذا الصوم هو الركن الرابع. ثم الركن الخامس، من يقول لي ما هو الركن الخامس؟ نعم ممتاز، الركن الخامس هو حج بيت الله الحرام، من استطاع إليه سبيلا. حج بيت الله الحرام أي الذهاب إلى الحج مرة في العمر، وهو واجب على من استطاع. ما معنى الاستطاعة؟ الاستطاعة هو أن يستطيع الإنسان أن يذهب إلى ذاك المكان
الاستطاعة المادية، أي أن يكون له مال كافي حتى يذهب ويقوم بهذه الفريضة. الاستطاعة الثانية وهي الاستطاعة المعنوية أو الصحية، يجب أن يكون الإنسان في صحة جيدة حتى يستطيع القيام بمناسك الحج. مناسك الحج متعبة، يجب أن يكون المسلم في صحة جيدة. إذن أعيد، أركان الإسلام خمسة، وهي أولا الشهادتان، ثانيها الصلاة، ثالثها الزكاة، رابعا الصوم رمضان، وأخيرا حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. إذن صغاري، بعدما استرجعنا، بعدما قرأنا وضعية الانطلاق واسترجعنا أركان الإسلام، نمر الآن إلى بناء التعلمات. إذن أجيبوني عن هذه الأسئلة: ما هو ترتيب الصلاة في أركان الإسلام؟ تفكروا، مهلة للتفكير. نعم، ممتاز. ترتيب الصلاة في أركان الإسلام هو، نعم، الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام. سؤال آخر: على من فرضت الصلاة؟ على من فرضت؟ أي على من فرضها الله؟ إذن من يجب أن يؤدي هذه الصلاة؟ مهلة للتفكير أيضا، فكروا وأجيبوني، أنا أنتظر. ممتاز، فرضت الصلاة على كل مسلم ومسلمة، أي كل ذكر وكل أنثى يجب أن تقيم الصلاة، لأن الله فرضها على الإنسان، على الإنسان المسلم. كي يكون مسلما أو مسلمة يجب أن تؤدي الصلاة. سؤال آخر: كم مرة نصلي في اليوم والليلة؟ ممتاز، فكروا. نعم، نصلي خمس مرات في اليوم والليلة. إذن ما هي أول صلاة في اليوم نصليها؟ ما هي أول صلاة؟ إذن أنا أنتظر. ممتاز، صلاة الصبح. الصبح كم ركعة في صلاة الصبح؟ نعم، ممتاز، اثنان ركعتان. إذا نصلي في الصبح ركعتان، بعد الصبح ماذا يأتي؟ نعم، الظهر. الظهر أيضا كم ركعة نصلي في الظهر؟ نعم، ممتاز، أربع ركعات بعد الظهر. نعم، ممتاز، العصر. العصر أيضا كم مرة نصلي أو كم ركعة نصلي في العصر؟ نعم، أربع أيضا، أربع ركعات بعد الظهر. نعم، العصر. بعد العصر المغرب. إذا المغرب كم ركعة نصلي في المغرب؟ نعم، ممتاز، ثلاث ركعات. ثلاث ركعات بعد المغرب. نعم، وهي آخر صلاة نصليها، وهي العشاء. العشاء كم ركعة في صلاة العشاء؟ نعم، أربع ركعات أيضا. إذا قلنا المسلم يصلي 17 ركعة في اليوم، إذا جمعنا هذه الصلوات وعدد ركعتها، عدد ركعاتها، نحصل على 17. إذا الصبح اثنان، زائد ركعة، زائد أربع ركعات للظهر هي 6، زائد أربعة للعصر هي 10، زائد ثلاثة للمغرب هي 13، زائد أربعة للعشاء هي 17 ركعة. أحسنتم صغاري، ممتاز. صغاري، بعدما رأينا هذه الأشياء، نمر إذن إلى الخلاصة. إذن ماذا نستخلص من كل ما رأيناه؟ إذن خلاصة بالإجابة على هذه الأسئلة. السؤال الأول: لماذا نذهب إلى المسجد؟ نعم، سؤال ثاني: لماذا نصلي؟ إذن حاولوا أن تركبوا خلاصة صغيرة من جمل صغيرة ونربط بينها انطلاقا من السؤال الأول والثاني لنكون خلاصة. الخلاصة هي معنى شامل للموضوع الذي رأيناه اليوم. إذن مهلة للتفكير، أنا أنتظر.
نعم ممتاز. إذن نذهب إلى المسجد للصلاة لأنها ركن من أركان الإسلام وهي عماد الدين. أعيد الخلاصة مرة أخرى، نذهب إلى المسجد للصلاة لأنها ركن من أركان الإسلام وهي عماد الدين، أي هي أساس الدين. إذا صغاري نكتفي بهذا القدر، وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم ولو جزءا يسير من هذا الدرس.